تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. بدأ مناصروه إضرابهم عن الطعام ظهر اليوم الجمعة الذي سيستمر لغاية صباح الأحد المقبل، مع السماح بشرب الماء والعصائر في دور العبادة والمراكز الثقافية، احتجاجا على بطء الحكومة بتنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد بعد الإضراب عن العمل ضمن سلسلة احتجاجات تصعيدية ضد الحكومة. من هذه اللحظات إلى يوم الأحد إن شاء الله تعالى صباح الأحد سوف لن يكون هنالك طعام مطلقا، فقط المشروبات الماء وغير ذلك. بعد أن ينتهي الإضراب سوف يكون هنالك حديث لسماحة السيد القائد مقتدى الصدر ولأبناء الشعب العراقي. ومن جامع المحسن وعدة دور عبادة سنية وشيعية ومن دائية الصابئة ومسيحية في بغداد، طالب المضربون عن الطعام بتوفير الخدمات والضغط بتشكيل حكومة تكنوقراط خصوصا لوزارة الدفاع والداخلية بعيدة عن سيطرة الأحزاب بعد عطلة عيد الأضحى. جاء ذلك بعد مضي شهر على إيقاف الاحتجاجات بقرار من زعيم التيار الصدري. كل هذه هي وسائل للضغط على الحكومة والضغط على البرلمان من أجل أن يحقق مطالب الشعب العراقي. مطالب الشعب العراقي هو أن توفر الخدمات، ولاحظت في مدينة الصدر اليوم كمية القمامة والزبل في الشوارع، هناك إهمال. كذلك الضغط على الحكومة من أجل أن تشكل حكومة مهنية تكنوقراط بعيدة عن سيطرة الأحزاب، وننتظر من العبادي أن يأتي بحكومة بعد العيد، وخصوصا لوزارة الدفاع والداخلية. فيما أشار بعضهم الآخر إلى أن وقت الإضراب عن الطعام داخل دور العبادة سيكون للعبادة والتثقيف مع مناقشة الآليات المتبعة بعد إنهاء الإضراب يوم الأحد المقبل، بانتظار خطاب السيد مقتدى الصدر مع آخر ما ستؤول إليه الأمور. من قد ما خاب أملنا بالحكومة العراقية فنشكى أمرنا لله سبحانه وتعالى، لأن هاي الناس بعد ما استجابت لنا، فشوف الناس النوب أضربت عنا الطعام تشكي أمرها إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الحكومة الفاسدة. مستمرين بهذا الإضراب إن شاء الله حتى تحقيق المطالب، وهي مطالبنا جدا بسيطة، نريد الأمن والأمان والخدمات، ما رايدين شيء، ما رايدين سلطة، ما رايدين حكم. إحنا بالعكس التيار الصدري هو أول الناس اللي تنازل عن كل وزاراته والمدراء العامين وكلاء الوزراء. كما وجاء في بيان للسيد مقتدى الصدر اليوم الجمعة السماح للنساء من الإضراب عن الطعام داخل بيوتهن وأماكن عملهن. قبل قليل بدأ الإضراب عن الطعام والذي سيستمر حتى صباح الأحد المقبل، احتجاجا لبطء الحكومة بتنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد، والذي بدأ من المساجد والكنائس ودور العبادة والمؤسسات الثقافية والتعليمية. من أمام مسجد المحسن في مدينة الصدر، استبرق حسن، الحرة.